قمنا بهذا الوقفه لاننا كما كنقولوا عينا بهذا المعنى، لان هاد المدراء وهاد بعض العمداء وبعض المدراء ما كنعممش كيتعاملوا مع الموظفين بحال كما قلتها شحال من مره بحال خدامين عندهم في الفيرما ديالهم، وحنا كموظفين اللي كنتميو للدوله ما يمكنش لينا نسمحوا بهذا الشيء، وسورتو بالنسبه لنقابتنا ما يمكنش ليها، لان نقابتنا كما يعلم الجميع نقابه على هي الاكثر تمثيليه وطنيا وجهويا، فما يمكنش نقابه بهذا الحجم تسمح لان موظفينا تعاملوا بطريقه غير قانونيه بالتعسفات بالاقتطاعات بالاستفسارات الفارغه باشياء اللي ما يمكنش نسمحوا بها، لان بالنسبه لنا الكرامه والحقوق الموظف كما اسلفت الذكر هي نقاب هي خط احمر ما يمكنش يتجاوزوا شي واحد. وبالنسبه لنا حنايا بجينا كنحتجوا سورتو في هذا النهار، لان حاجه اخرى ان نورمالمون هذه المناظرات خاصهم يشاركوا يشاركوا النقابات ما كانوش مدعوين كاع نهائيا لهذه المناظره، ولذلك فتا حاجه ما يمكن تكون بقواعده كما كنقولوا بالمغربيه الا لما كان تشاور، وكان ما يمكنش نديروا شي حاجه كنلوحوها على الواحد، كنفكروا كنحلموا الغد اللي كنطبقوا شي حوايج اللي نورمالمون كتعود اولا على وليداتنا اللي هما الطلبه ديال المغاربه، طلبه المغاربه راه محتاجين الاشياء اللي غتزيد بهم قدام، ماشي فيران تجارب كنجربوا فيهم اي حاجه. مثلا على ذلك الباشلور ذاك العام قامت الدنيا وقعدت على انها باش يطبق الباشلور هو دابا مشى، كيمشي واحد يقول هادي والاخر يجين فيها، حنا ماشي فيران تجارب ولا طلبتنا ولا وليداتنا ماشي فيران تجارب، فبغض النظر عن اي حاجه فالتشاور نورمالمون كاين خاصو يكون، لا الموظف ولا الطالب ولا الاستاذ هما مكونات هذه الجامعه، بلا واحد فيهم ما يمكنش تمشي للجامعه المغربيه، وكنتمناو ان هذه الجامعه المغربيه ترقى لشي حوايج اللي زوينين، وكفانا من تجارب وكفانا من الاشياء اللي كتنزل علينا من السقف ما كنعرفوها منين كتجي، بلا تشاور بلا حتى حاجه نورمالمون نقابه راه خصها تعرف اشنو غيكون واشنو غيطرى باش هي تستعد، لان النقابه ديالنا اكثريه النقابه ديالنا كما كنقول انا مسؤوله عن نفسي، حنا نقابه تشاركيه، يمكن الناس كيشوفونا اعداء، وانما حنا بالنسبه لنا الاداره ولا الجامعه ولا المغرب الا مشى مزيان راه فخر لنا حنايا جميعا. هذه الوقفه هذه كتجي متزامنه مع الوقفه مع الاساتذه، نحن الموظفين نقف هذه الوقفه ضد المدير اللامسؤول. المدير اللامسؤول ديال هذه المؤسسه اللي استعمل جميع الوسائل باش يعارض او باش يطرد الاخوان ديالنا او باش يطرد النقابه الكبيره عليه بزاف، النقابه الكونفدراليه الديمقراطيه من المؤسسه، فاي موظف كي ينتمي للكونفدراليه الا كيصبح العدو اللدود ديال هذا المدير، وتيستعمل جميع الوسائل باش يدفعهم يحطهم تحت الطاعه ديالو، الشيء اللي ما غيقبلوش المناضلين ديالنا. وكاين واحد الامور اللي خطيره جدا، انه بعد ما حنا كنا التمييز او العنصريه مشات مع لابارتيد في جنوب افريقيا كترجع لهذه المؤسسه اللي كي يستعمل الباركينغ ديال الطوموبيلات على حسب هواه، يحط فيها اللي بغى واللي ما بغاش من الاساتذه والموظفين ما يحطش السياره ديالو، فمؤخرا الموظفه ديالنا منعها باش ما تحط موظفه في المؤسسه منعها باش ما تحط السياره ديالو في الباركينغ ديال المؤسسه، وكانه باركينغ ديالو بقى لي غيدير فيه شي راجل يبقى يتخلص فيهم من الباركينغ. تيبقى المدير كي قلنا بانه تيتسلط على الموظفين، كيستعمل جميع الوسائل بما فيها البريمات ما كيعطيهمش البريمات المناضلين ديالنا الاخرين، تيغريهم كاع باش يدخلهم بواحد النقابه ديالو، وفعلا دارها انه اللي دخل النقابه ديالو كيستافد من جميع من لي بريم، كيستافد من جميع الوسائل اللي الرخص وكل شيء، بينما ان الموظفين ديالنا كيعانيوا مع المدير مده ديال عامين ونص او ثلاث سنين. فحنا سطرنا برنامج نضالي كيبتدي بهذه الوقفه وكينتهي وكيستمر بمحطات نضاليه اخرى سنخبر العموم بها،
من بعد الوقفه اللي كينضمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعني فرع الدار البيضاء هي وقفه للاعلان عن مقاطعه هذه المناظرات الجهويه التي نعتبرها مناظرات اللي هي فوقيه وما كتخدمش المصلحه ديال الاستاذ، ما كتخدمش المصلحه ديال الطالب، ما كتخدمش المصلحه ديال الجامعه، وبالتالي ما كتخدمش المصلحه ديال الوطن. وبالتالي احنا في النقابه الوطنيه للتعليم العالي دعوتنا ان كل القرارات يجب ان تنبع من المجالس يعني من التمثيليه ديال الاساتذه. الاستاذ هو اللي من حقه، هو اللي عارف اشنو كاين في البيت الداخلي ديالو، هو اللي خصو يعطي كيفاش كيشوف يعني الامور. وبالتالي بحال هذه اللقاءات الجهويه اللي كيتم استدعاء لها يعني ناس خارج الحق الجامعي، حنا كنرفضوها وكندعيو للمقاطعه ديالها. مساله اخرى اللي هي مهمه هو اننا كنرفضوا ما يسمى ان الاصلاح دابا اللي جايين به هما انهم بغاو يجعلوا من الوالي هو اللي على راس الجامعه. وبالتالي حنا هذه المساله هذه كنرفضوها وكندعيو للمقاطعه ديالها